فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال بعض العلماء بأيد أي بقوة، ولا يمنع أن يكون بأيد في إثبات صفة اليد وهذا الأظهر، ويد قوية سبحان الله وتعالى تنزه عن الضعف. فالآية من آيات الصفات أثبتت صفة اليد لله سبحانه، وهذا الذي لا نحيد عنه. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قال بعض العلماء الماهد هنا بمعنى الممهد. ألم نجعل الأرض مهادا أي مهدناها فجعلناها ممهدة، كما يمهد للصبي فراشه، كما يمهد للصبي فراشه. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فسرها بعض أهل العلم تفسيرا ضيقا شيئا ما، فحملوها على الذكر والأنثى من المخلوقات، من الإنس ذكر وأنثى، من الجن ذكر وأنثى، من الشياطين ذكران وإناث، من الدواب ذكران وإناث، من النباتات ذكران وإناث. فبعض العلماء فسرها بالتفسير الضيق المحدود الذي هو أن ذلك في ذوات الأرواح، أن ذلك في ذوات الأرواح. وقال آخرون بل الآية أعم من ذلك، ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين متقابلين. نعم الرجال والنساء، الناقة والجمل، البقرة والثور، الكبش والنعجة، الجدي والعنز، وهكذا من المخلوقات. ولكن أيضا يدخل في ذلك الظلمات والنور، والظل والحرور، الظلمات والنور، الظل والحرور، الأحياء والأموات، يدخل في ذلك العسر واليسر، الفرج والشدة، الضيق والفرج، كل ذلك داخل في هذا الباب. النور والظلام، النور والظلام، الليل والنهار، المد والجزر، الارتفاع والانخفاض، فدخل فيه كل شيء. فكل شيء له مقابل، ليل مقابله النهار، طويل مقابله القصير، ضخم مقابله النحيف، حر مقابله البرد، قيظ وحر شديد مقابله برد شديد، وهكذا حتى في جبلات البشر. هذا عالم في غاية العلم، وهذا جاهل في غاية من الجهل، هذا مجرم كبير الإجرام، وهذا مصلح تقي يدفع الله به الشر. فمن كل شيء خلقنا زوجين. أما رب العباد سبحانه فوتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر، مسائر المخلوقات فزوجين. هذا الطعام، هذا الطعام حلو، هذا الطعام حامض ومر، هذا الماء عذب فرات، هذا الماء ملح أجاج، هذا الماء هذا أعمى، هذا بصير، هذا يسمع، هذا أصم. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالظلمة والنور، والإيمان والكفر، والطول والقصر، والحلو والحامض، والملح والعذب، والليل والنهار، والحر والبرد، والكر والفر، والمد والجزر، كل شيء له مقابله، دخل في ذلك الذكر والأنثى.
لكن ربنا وتر يحب الوتر. فهنا يتناسب مع المقام مقام التفسير والتفسير